تعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل تذكير بطلبات على تطبيقكم شيئين. قم بالضغط على تطبيق شيئين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على جهة الاتصال المفضلة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إشعارات رسائل جديدة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل تذكيرات بالطلبات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.